للمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع اتصل الزملاء في إذاعة ميديان بالخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، ووفانا بالتصريح التالي. تواجه الحكومة عدة تحديات، هناك متطلبات تدعيم الاقتصاد الوطني وإنعاش عدة قطاعات لا زالت لم تسترجع مستوياتها العادية لما بعد الأزمة، ثم متطلبات دعم الاستثمار الحكومي، وهناك مستلزمات ورش التغطية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، كل ذلك أمام مداخل حكومية غير مضمونة بالنسبة للسنة المقادمة. فالخطاب الملكي الأخير ملزم للحكومة في شقه الاقتصادي والاجتماعي، ويجب أن تحترم التزاماتها في هذا الإطار. فالمعادلة أمامها قد نظرا لظروف الجفاف وارتفاع اسعار الطاقه عالميا، واجنده زمنيه وضعت قبل هذه الظرفيه فيما يتعلق بتنزيل ورش التغطيه الصحيه والتعويضات العائليه وغيرهما، كل ذلك يتطلب تعبئه موارد ماليه مهمه مما قد يرفع العجز ان لم تستطع الحكومه الوصول الى ذلك التمويل، وكذلك حجم المديونيه العامه. وهذه تحديات امام الحكومه التي تريد ضبط التوازنات الماكرو اقتصاديه والماليه، فقد يكون الحل هو تقليص بعض النفقات الجاريه في بعض القطاعات، وهو ما طلب من تلك القطاعات تحديدا. ارتكزت مذكرة رئيس الحكومة التأثيرية على البرنامج الحكومي بشكل عام، أي القطاعات الاجتماعية في الأسبقية، الاستثمار الحكومي، البحث عن نوع من العدالة المجالية دون تناسي التوازنات المالية حتى لا تتدهور الأوضاع بعد ذلك. الخطاب الملكي الأخير كمرجع ملزم للحكومة في محاوره، وضمن ذلك الإسراع بإصدار السجل الاجتماعي الموحد الذي سيصبح المرجعية الأساسية للاستهداف ولصياغة سياسة الدعم الموجهة للأسر على كل المستويات.